واش الخوت كدايرين بخير؟ اسكو تعاودوا اليوم ان شاء الله فلوك جديد يسمع واحد الشركه سميتها ماجيستور كيديروا شي لي فواياج تبارك الله عندهم داكشي زوين كتشوف بنادم من عمره كاين كلشي. المهم راه بالليل راه انتم شفتوا داكشي اللي كيداز حيت ما كنقدرش نصور بالليل كان داكشي الظلام طايح وداكشي فهمتوني راكم ما عارفين. المهم داز داكشي كلشي بخير والنشاط والحيويه. هاي اكبر شجره تبارك الله داشين قادوكم. المهم اخوان سنة واحد الفلوغ يكون ان شاء الله واعر بزاف انتم كيف ما كتشوفوا الثلوج وان شاء الله غنديروا ثلاثه ديال الوجهات عندنا اربعه واقيل غنديروا دابا حنايا في ازرق ومورا غنمشيو ان شاء الله لافران مور افران فاس ومورا مناقه تحمحيمه. المهم الاخوان خليكم معنا فلوغ ان شاء الله يكون زوين مليء بالمتعه تفرجوا معنا حتى الاخر ما تنساش جيم. نيفيم كلاصي بالبرد وحق الله العظيم شوف تولوج يا سلام شو الشجر سبحان الله. المهم اخواتي حنا جايين دابا الافران كيف ما كتشوفوا هانتوما ثاني انقى مدينه في العالم في سنه 2013 تبارك الله نقيه بزاف. خليكم واحد الفيديو فيها زوين واحد سينماتيك خفيف ظريف بقاو معنا. I see the violence in your eyes in it's a silent fighting I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding Go away and go from the bad guys Follow my advice Cause they're gonna be biting you They're gonna kill if you let them through Go, mommy, go, now I really don't want to see you cry Mommy, go, now I really wanna brutalize Let him agonize Cause it's gonna be biting you They're gonna kill if you let شو احنا وريناكم شوية إفران وخا حيت الوقت دا ما عندنا حيت باقي تابعنا فاس عشان ملاحقو باقي تابعنا شوية الطريق حاولت نوريكم شوية شوية وصافي صباع شوية الزرادي شوية المياه شو مراكم شوية. المهم اخوتي احنا وصلنا لفاس يلا جينا من إفران دابا غادي ندخلو سميتو المدينة القديمة ديال فاس من باب بوجلود وغنمشيو ان شاء الله باش نوريكم دار الدباغه ونعطيكم دي زانفورماسيون على ان شاء الله. المهم بقاو معانا. هذه هي من فاس عاد تشوف
هاد المطبقه هادي كتنقفصها شحال هادو حتى الشركه ديال اليسكو اللي دخلنا تمشوا واحد المطبقه داروا لنا الساليجات الماء راه هما كيف كتشوفوا الساليجات الماء تحتهم راه ماشينا لابي عندنا واحد البير فيه موتور ديال الموتور كيطلع لنا الماء الساليج باش ملي كتكون عطانا لا ماشين على الماء كتدخل الماء باش كتسد لنا الجو بزاف د الحمام والماء ماشي طبيعي وكا كدور في جو الماء وهذيك الطاقة الشمسية اللي كتشوفوها قدام راهي الطاقة الشمسية اللي كيكون لي كتدور لنا على طول دماغ بالليل وهذيك البلاصة ديال الجي أمونيا تما كنحطو الجي جلد البقر وجلد المعيز كنحطوه وكنغطسوه وكنخليوه كانزة 15 يوم تصل تلقى بما جليد عاد كندوها الصبانة والصوفة الصوفة كنغسلوها وكنشمشوها باش كنصوبو لنا الكيلي الزرابي ونعمرو بها خدام وهنايا كنصوبو الالوان الالوان كنصوبو الجرين البلاك الحمار هنايا كنغطسو الالوان وهنايا كنشربو المياه الطبيعية فين كنشربو الالوان هنا كنشربو من فوق وسط الشمالي ديال الكيسة تما فين هادوك الناس راه هما فين كيصورو تما كنشربو الالوان مع الصاد الصباح ملي كدير جوج ونص ديال العشية عندنا واحد الصوت ديال الدولة في العشية هادو تما الصناعيين كيشريو الجب باش كيصوبو لنا البليغات والسيكان والجاكيت وهادو تما الناس كيطلعو كيصورو تما كتبان الكفاس بحال شي زلاف واحد المنظر مزيان وكيبان لك حتى البرج الجنوبي قدات حيت ليام الاستعمار في فرنسا كانوا بناو غار تحت الارض كيدير الوسط الشمالي الى الوسط الجنوبي من هنايا هذيك لا موسكي دو مولاي ادريس جامع مولاي ادريس مولاي ادريس الثاني بداو الى نفوتو الناس مولاي ادريس الاول كيعطيو مولاي ادريس الازهر هذا مولاي ادريس زرهون وهذيك لا موسكي دو قراوي بنت فاطمه الفيلي راهي فوق من هنا كاينه لا موسكي دو اندلس الفوق هذاك الاوتيل راه هو اللي قبلتكم كيتصلح فيه 10 سنين كيخدم اوتيل بالي جامعي مورا كاينين لي ستورات تما كنت ديال سيدنا محمد السادس I see the violence in your eyes and it's a silent fighting I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding go and go ما خوتي حنا وصلنا دابا الملعقه وكيف ما كتشوفوا انتم خليت الناس مشاو شي حمحمو حنا نضربوا دوره وغندوركم هنا شادين النوبة شوف باش تقدر يعوم عامر عامر المهم الخوت هذا هو الاخر ديال الفلوق كنتمنى يكون عجبكم ما تنساوش تدخلوا عند ماجيستور ديروا لهم ابونيا ومعنايا هاي النمر ديالهم خاصه حتى شي حاجه و هاي انستغرام ديالي انا كنلوح فيها شي ستوريات هاي حط لكم شي هنايا المهم خليو جيم بارطاجيو مع الدراري صحابكم المهم راه التسافر هذا الساعه الغفله وفهمتوني راه درنا بزاف ديال المدينات كل مدينه عطاتكم على شي لعيبه خفيفه وصافي ما نسيناكمش المهم اخوت دعمونا بابوني وجيم شي كومونتير زوين ان شاء الله ديال فراسكم نتلاقاو ان شاء الله في فلوق حداهم تشوفوا